تحية نضالية عالية. نعلن نحن الأساتذة بثانوية طرقطين التأهيلية بتننت عن تضامننا التام واللا مشروط مع الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. طبعا يأتي هذا وعيا منا بمشروعية المطالب التي يطالبون من أجلها ومن أجل تحقيقها، وفي مقدمتها بطبيعة الحال المرسومين المشؤومين وهما فصل التكوين عن التوظيف والمنحة التي قلصت إلى حوالي نصفها. إذا تأتي هذه الوقفة التي نظمها الأساتذة، أساتذة ثانوية طرقطني تأهيلية بتننت، من أجل التعبير عن هذا التضامن التام مع هؤلاء الأساتذة، بغية بطبيعة الحال التعبير على أننا جنبا إلى جنب ويدا في يد من أجل تحقيق هذه المطالب. والحق بطبيعة الحال كما يعرف ينتزع ولا يعطى، وتحية نضالية عليها. تحية نضالية. أطر ثانوية الزرقطوني اليوم ببلدة تانات نيابة الزرقطوني جسدوا وقفة صباحية أخرى في هذا المساء، ينددون فيها بالتدخل القمع الأساتذة المتدربين في عدد من المواقع منها طنجة، فاس، مكناس والقنيطرة، هو يطالبون بإسقاط المرسومين المشؤومين اللذان يستهدفان الشعب المغربي. إذا اليوم الأساتذة كانوا يعني جميعا بالإضافة إلى الأطر الإدارية جسدوا جميعا هذه الوقفة، مطالبين بإسقاط المرسومين ومنددين بما تعرض إليه زملائهم الأساتذة في المراكز من عنف قمعي. وشكرا. التعليم وأبناء الشعب يقولون لا لخوصصة التعليم، نعم لعموميته. اليوم أساتذة المتدربين كلوا العصا، عدد كبير من المواقع، لا لإهانة أستاذ، لا لإهانة أستاذ. إذن نحن أساتذة ثانوية الزرقطوني التأهيلية بتنانت نيابة أزيلال نعلن عن تضامننا التام واللا مشروط مع الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية والذين يعانون القمع من طرف الحكومة. ومن هذا المنبر هذا نحن كأساتذة ثانوية الزرقطوني تنانت التأهيلية نيابة أزيلال كنحييو الأساتذة المتدربين للمراكز الجهوية المهنة التربية والتكوين على المسيرة اللي قاموا بها، وتنتمنوا لهم النجاح والتوفيق في الخطى النضالية ديالهم لإسقاط المرسومين المشؤومين اللي تيضربوا بالخصوص أبناء الشعب وأبناء الفقراء اللي كيتوجهوا المهنة ديال التعليم، وتيهدف بالخصوص إلى خصوصة هذا القطاع الحيوي. وتحية نضالية لجميع الرفاق وأساتذة المتدربين في المراكز الجهوية المهنة التربية والتكوين. لا لإهانة أستاذ، لا لإهانة أستاذ، لا لإهانة أستاذ.